ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومعايا حدوتة. حدوتة بس مش من الخيال، من الواقع. معايا طرف من طرفي الحدوتة دي. أستاذ سامي، يا مرحبا، احكي لنا ايه الحكاية؟ والله مش عارف احكيها ازاي، يعني احكي من الاول ولا من الاخر؟ من الاول. الاول قبل 93 كنت متجوز. الست بتاعتي خلفت لعيلين وتوفاها الله، الله يرحمه. فطبعا العيلين كانوا صغيرين، عاوز اتجوز اي واحده، اي واحده. مش هدفي الجواز بصراحه، هدفي واحده تربي العيلين دول. اه، ودي ناس جابوها لي. المهم يعني قلت الحقيقه، قلت لها انا هدفي كله حاجه واحده، العيال دي. قالت له انا العيال هشيلهم فوق دماغي. ماشي يا سيدي. اتجوزتها اول 93، اخر 93 مفيش داعي نقول خدت بعضها، وكان في معايا 4000 جنيه بس كانوا فلوس. خدت بعضها وراحت فين؟ مشيت لوحدها كده؟ اه، ولا في اي خلاف ولا زعل بيني وبينها، ولا عمري زعلتها. طيب وال 4000 اللي بتقول عليهم دول ايه؟ مالهم؟ مالهم ال 4000؟ انت بتقول كان معايا 4000 جنيه. خدتهم، قعدت ادور عليها. اهلها لقيتهم هيتهموني ويدخلوني في متاهات. قلت الله يسهل لها وانا خليني بعيد عنها. ايوه، خلفت منك؟ ها؟ خلفت منك؟ لا، كانت ماشيه حامل في الولد، كان فاضل لها 3 شهور تقريبا وهتولد. يعني لما طفشت كانت حامل؟ اه. بعد 5 6 سنين بصيت لقيت والدتي الله يرحمها بتتصل عليا، تعالى شوف ابنك. ابن ابتسام. اه، خلفت ولد. اه. طيب وهي اللي ايدته ولا انت؟ لا، هي. انا ما ايدتش ولا شفت هايده فين. ما هي ايدته باسمك، يبقى انت اللي المفروض كنت تروح تايده. المفروض، بس أوه. هي ايدته. بقسمة الجواز يعني؟ ها؟ بقسمة الجواز. بقسمة الجواز ما اه. انا ما بشغلش نفسي باي حاجة زي كده. المهم وصلت لغاية لوالدتي وبتاع، وتعالى اشوف الواد يا سامي. قلت لها لا، مش عايز اشوف حد. ليه؟ خايف اشوف الواد. ليه؟ مش مفروض ان هو ابنك؟ ما هو ابني، عايز اشوفه بس خايف اروح القاها هي. لو لقيتها هي هيحصل مشاكل جامده. اه، فانت حبيت تقتصر. حبيت اقصر، بقيت اخطف نفسي كده زي ما اكون واحد بيهرب عايز يشوف اي حاجه كده. ممكن اروح بالليل فجاه عند والدتي عشان اشوف الواد. وبقيت كانت في صله ما بينك وما بين ابنك؟ نعم. يعني ما كنت بتروح عند والدتك، كانت بتجيبه لك وبتشوفه؟ آه، وهو آه بيشوفك آه، وهو عارف ان انت ابوه. اه 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 كنت بشوفه عادي بس تخطيف، يعني كل 4 5 شهور مره. الواد كبر، جت والدتي ماتت في 2016، نزلت فاخواتي قالوا لي يا سامي امسك نفسك لان محمد ابنك كمان توفاها الله. ابنك كمان توفى؟ اه. ايه سبب وفاته؟ حادثه. ماشي. طب مات ازاي يعني؟ عايز افهم يعني يا اخوانا. انا بدور بقى. فدورت لقيت ان في اعلان وراثه معمول في محكمة السنبلاوين. مزور مزور مزور
اعلان الوراثه مزور؟ اه على مسؤوليتك. ايوه ومعايا حكم بيقول الكلام دوت، مش انا اللي بقول. مع حضرتك دلوقتي؟ ايوه. بانها راحت رفعت قضيه في الاعلان الوراثه عشان الفلوس. اللي انا فهمته كده هي بتحب الفلوس. اه. واللي غزني اكتر في بنت حطها في اعلان الوراثه باسمي عشان تورث معاها. بنت باسمك انت؟ اه. بنتك؟ اه. دي بنتك؟ مش بنتي، اذا كان انا سايبها دي، انا سبتها في 93 وهي حامل في الواد. اه. البت دي بقى جت منين؟ اه. بقيت مش عارف امشي ازاي، اعمل ايه، اوصل ازاي، اوصل للبنت ولا اوصل للتزويل ولا اوصل، حاجه غريبه. المهم الواد كان مبلغنا قبل 2016، في 2010 تقريبا او 2011 كان مبلغنا، مبلغ والدتي باني بابا، ماما اتطلقت من بابا اللي هو ابنك الله يرحمه. اه. بابا اتطلقت من ماما واتجوزت واتجوزت. بس انت كنت طلقتها فعلا؟ لا ما كنتش طلقتها؟ لا، ده والدتي اللي بتقول لي ابتسام اتطلقت يا سامي. قلت لها ما تطلق. يعني هي اتجوزت واحد تاني وهي لسه على ذمتك؟ ايوه. ما انا ما كنتش افهم بقى، انا ما فهمتش الحته دي كويس، لان والدتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي يا سامي ابتسام اتطلقت منك واتجوزت. قلت لها يا ست الله يسهلها. انا بقى حطيت في دماغي ايه؟ اتجوزت اتطلقت على طريق القانون او المحكمه، هي اللي انها رفعت قضيه طلاق وكذبتها وطلقت عادي، مش شاغل دماغي لا بجواز ولا بطلاق، تتجوز ما تتجوزش مش مشكلتي. وانا طلقت خلاص عادي، لما يبقى يجيني انذار مثلا بنفقه ولا حاجه هبقى ادفعها وخلاص. ده اللي انا حطيته في دماغي وشايل الموضوع من دماغي اساسا. بعت بقى خلاص. بقى. الا فوجئت لما الولد مات. اعلان الوراثه. هو كده مش اعلان بقى وراثه بس، هو كده اعلان وراثه وبنت مش بنتك. ايوه، ما هو في اعلان الوراثه بنت مش بنتي. اه. الاقي في اعلان الوراثه شهود شاهدين ان انا ميت. انت ميت؟ ايوه في اعلان الوراثه. اه. مين الشهود دول؟ جوزها اللي معاها دلوقتي. اه. جوزها يعني، اه يعني انت ميت بالشهود. اه. مش بالاوراق الرسميه. لا لا. ايه؟ بالشهود في الاعلان الوراثه. اه. في اعلان الوراثه. لكن مفيش شهاده وفاه لحضرتك. هم شهدوا في المحكمه. لا بالشهود. اه ايوه بالظبط. بالشهود. شهدوا في اعلان الوراثه في المحكمه. شهدوا في المحكمه ان انا ميت. فالقاضي طلب شهاده وفاه. ايوه صح. ما جابوش شهاده وفاه. ما هيجيبوها منين؟ ما هم بشهاده الشهود. سابوا القضيه اتشطبت. خدوا الرقم بقى بتاع القضيه. وقلدوا ختم شعار الجمهورية وإمضة موظفين دي المحكمة. قضية تزوير كمان. أيوه. على إعلان الوراثة، وراحوا صرفوا بإعلان الوراثة التعويض بتاع الواد. صرفوا التعويض. صرفوا التعويض. أنت عملت إيه بقى؟ خدت إعلان الوراثة اللي هو المزور ده. ورحت المحكمة، دخلت الرئيس تلقلم. الكلام ده سنة كام؟ الكلام ده كان في 2000 و16 برضو، آخر 2016. والولد اتوفى؟ اه. اتوفى سنة كام؟ 2015.
يعني اخر 2015 فرق سنه. فرق، لا هي انا اشتغلت على طول في 2006 في اول 2016. الولد مات في اخر 2015. يعني فرق شهور. خدت اعلان الوراثه ورحت، واكيد انا بتكلم على الهوا يعني، اكيد رئيسه الالم بتاعه محكمه السن باللوين اكيد ممكن تسمعني وهتلاقي كلامي صح. فانت قلت حضرتك معاك اوراق رسميه تثبت كلامك. بالظبط كده، معايا ومعايا الشهاده اللي طلعتها لي كمان. كل ده هيتعرض. بالظبط كده. فدخلت لها قلت لها يا فندم لو سمحت اعلان الوراثه ده، قالت لي لا اعلان الوراثه ده مضروب مزور، انا اسمي وسام سعفان، حتى اللي خد اسمي خدوا غلط. يعني كاتبين اسم الست ورئيسة الألم. رئيسة الألم غلط. غلط. كاتبينها وسام مصطفى. وهي اسمها أصلا وسام سعفان. قالت لي الإعلان ده مظبوط. مزور وغبي. طب الحل إيه؟ قال لا، هم خدوا رقم القضية، رفعوا القضية فعلا هنا. ولما القاضي طلب شهادة وفاة، شهادة الوفاة بتاعتك، ما حدش جه ولا حد راح، سابوا القضيه اتلطمت. فخدوا رقم القضيه وضربوا عليه اعلان الوراثه. قلت لها طب الحل ايه؟ قالت لي الحل انا ما عنديش حل، انا هدي لك شهاده من واقع الجدول تقول ان القضيه اتلطمت. حاضر يا فندم. قمت واخد منها الشهاده وطلعت لمدير النيابه بتاعت محكمه السن باللوين. الراجل مشكورا قام بالواجب، وصلها بقى الايه للخبير والكلام دوت. المهم طلع مشي بالاجراءات القانونيه، مشي بالاجراءات القانونيه بالزبط. بتاعته طلع ختم شعار الجمهوريه مقلد، وانده موظفين المحكمه مقلده. كويس. اتحولت على محكمه الجنايات. اتقبض عليها؟ لما كويس. اتحولت على محكمه الجنايات، لا النيابه حققت معاها بس وخلت سبيلها لمحل اقامتها. بس بقى في قضيه، بقى في قضيه. اتحولت محكمه الجنايات بتاعت المنصوره، اخذت 10 سنين سجن واتحبست. نزلوا المباحث في نفس اليوم مشكورا جابوها كويس وحطوها في السجن. قعدت شهرين تقريبا في السجن. عملت اعاده اجراءات داخل السجن. جات المحكمه بعتت لي، انا والموظفين بتوع المحكمه كمان اللي هم يعتبروا متهمين في اعلان الوراثه المزور ده. قول لنا بس عشان الوقت، اختصر لنا الاحداث. يعني ادها سنه مع الايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات. كويس. وفرجوا عنها. طلع. فانا بجيب القضيه بقى عشان اعرفها، لقيت بتقول فيها ده مطلقني من 20 سنه. وانت ما طلقتهاش؟ انا ما طلقتش، ده هي اللي طلقت. انت فاكر ان هي طلقت بقى بالمحكمه. طب والبنت ديت مواليد كام؟ عايز اعرف. قمت رايح السجل المدني مطلع شهاده ميلاد، الاقي البنت مواليد 95. وهي سايباك مواليد 93. 93. قمت واخد بعضي ورايح مطلع قسيمه الطلاق بتاعتي. قلت اشوف امتى اتجوزتها وامتى طلقتها. او اتطلقت امتى. لما طلعت قسيمه الطلاق الاقيها على يد مأذون. جابت مأذون؟ وانا عمري ما رحت عند مأذون. حضرت طلاق. قمت مطلع شهاده برضو قسيمه ورقيه، عايز اعرف المأذون ده مين. ادور في الجماليه كلها على المأذون، الاقي المأذون مات. طلقك ومات الله يرحمه. ماشي الله طلقك ومات وانت مش موجود في الطلاق اصلا. لا طب وبعدين اعمل ايه؟ والبنت مواليد 95.
طب عملت للبنت عملت للبنت انكار نسب. طلبت تحليل دي ان ايه؟ اه. اتعمل؟ لا، ما لان هم بعتوا لها اعلان في المحكمه تقريبا. ما بتردش على الاعلان. ماشي. لانها لو ردت على الاعلان هيتعمل تحليل دي ان ايه مؤكد، هيطلع مش هتطلع مش بنتي، هتبقى مشكله، فممكن تكون امها مأثره عليها ما تروحش، ده اكيد. الله اعلم. الله اعلم. المهم وصلت لايه؟ قمت رايح رافع دعوه انذار طاعه، طالبها في بيت الطاعه. ليه عملت كده؟ لهدف في دماغي حلو. ايه هو بقى؟ قلت القسيمه دي هي اللي مزوراها. يبقى هي اللي تسلمها للقاضي، لاي جهه حكوميه حتى، تسلمها له بايديها. لان انا مهما اقول محدش هيسمع لي. ايوه. لو قلت انا مطلق من سنه 96 مثلا، الوليه دي عامله تزوير من سنه 96، محدش هيسمع لي. فروحت عرضت على محامين، واحد اسمه رضا خضر محامي في السنبلاويه، ومحاميه اسمها شاهناز حامد في المنصوره. عرضت عليهم الموقف، قلت لهم ايه رايكم؟ انا فكرت كده. قالوا لي برضو كويس. يعني انت جالك التفكير منك لنفسك ان انت تعمل كده من غير لسه ما تدخل محامي؟ اه. فقلت لهم ايه رايكم يعني؟ قال لي هي على ذمتك ولا مش على ذمتك؟ قلت لهم على ذمتي. قال لي خلاص اطلبها ببيت الطاعه. اه يعني انت سالت محامي؟ اه، بس مش ممكن مش هترد عليك. قلت لهم والله بقى انا هعمل اللي عليا واللي على الله على الله. واعترضت على انذار الطاعه وراح وتحدد جلسه، ورحنا الجلسه. لقيتها مفاجئ، لقيتها قدام مني في الجلسه هي والمحامي بتاعها. دخلت على سياده القاضي، ده بيضربني بيكهربني ما بيصرفش عليا. فجه القاضي قام بيقول لي انت عامله انذار طاعه ليه طيب؟ طالبها ببيت الطاعه ليه؟ لما انت يعني مثلا بتضربها يعني. قالت له لا ده مطلقني وادي القسيمه اهي. قلت له لو سمحت يا سياده الرئيس. قدمت قسيمه الطلاق؟ اه. المزوره؟ اه المزوره. بايديها. معاك القسيمه؟ اه معايا. صورتها؟ اه معايا. قامت مقدماها للقاضي بايديها. قلت له لو سمحت يا سياده الرئيس، خليني ان انا بضربها وكلامها ده كله صدق مش كده. هل ده يجوز لها سعادتك بانها تزور التوقيع اللي على القسيمه ده؟ التوقيع اللي على القسيمه ده مش توقيع، وادي توقيعاتها هي من يوم ما اتولدت. فالقاضي قعد يبص في الورق كده، قال لي طب استناني بره اخر الجلسه. استنيته بره فعلا اخر الجلسه، دخلت له. قال لي بص دي هتروح للخبير، بس لو طلع توقيعك انا هحبسك. قلت له انا موافق. راحت للخبير، والخبير فعلا رحت وبعت التقرير، قال ان التوقيع مش توقيعي. مزور. مزور. احالها للنيابه العامه لاتخاذ الاجراءات. في السنبلاويه. النيابه العامه خدت شغلها برضو وقامت بعتها على محكمه الجنايات في المنصوره. خلاص انت كده بتهيألي اثبتت ان هي مزوره. كده الحدوته خلصت ولا في حاجه تانية عايز تقولها؟ لا هو كده خلصت الحمد لله. في 29/11 الحكم هيبان. الحكم هيبان. وان شاء الله. أنا طيب هو الراجل اللي انت قلت عليه، لا الراجل اللي انت قلت عليه بقى ان هو كان في التزوير، انت بتقول انه كان جوزها، يعني معنى كده ان هي اتجوزته وهي لسه على ذمتك؟ اه ثلاثة، هما ثلاثة كده على ذمتي. ايه ثلاثة اتجوزت ثلاثة؟ اتجوزت ثلاثة وهي على ذمتي دلوقتي متجوزة ثلاثة؟ اه.
ثلاثة واتنين قبلية. واتنين قبليك؟ اه. أنا كنت تعرف عن الاتنين دول حاجة؟ الأبلية دول. أنت كنت تعرف عنهم حاجة؟ لا. ولا أعلم. ولا أعلم. مين اللي قال الكلام دوت؟ النيابة. النيابة هي اللي طلعت الأسايم ديت، أسايم الستة اللي متجوزاهم. اه. النيابة هي اللي طلعت. فهنا هم دلوقتي عرضوا عليا فلوس. حاجة يعني جميلة بقى. بشهود عندي. طيب عايزين نطلع. استاذ سامي معلش انا قطعت طبعا حضرتك، بس هو انا بشكرك جدا، بس طبعا للطرف الثاني حق الرد في ده. بس هي مش هترد، انا متاكد انها مش هترد. لا هي ردت علينا وقالت ان هي هتتواصل معانا. لا لو عارفه ان انا وعندنا ما يثبت ده عادي، فان شاء الله نتواصل معاها. هي عارفه ان انا موجود كده ومش هترد، لان هي هتقول ايه؟ انا ما فيش ولا كلمه بقولتها ما حصلتش، واللي بقوله كله بمستندات. ففي حاجه طلبي بقى، يا ريت يعني هم طلبوا مني، يعني عرضوا عليا فلوس. مين اللي عرض عليك فلوس؟ هي اخوات ابتسام وابتسام، وقعدوا مع المحامي بتاعي اللي هو رضا خضر. قعدوا مع المحامي بتاعي انا. وعرضوا عليه يساوموا يعني عشان يحل ودي. عشان يحل ودي. طب وانت رضيت ان انت تحل ودي؟ لا طبعا انا ما وافقتش. ليه بقى ما وافقتش؟ ليه بقى؟ ما عدى سنين كتير. اولا معلش بس في حاجه. في حاجه. القانون معلش يعني بيقول ايه؟ والدين والشرع والدين بيقول ايه؟ هي دلوقتي عايشه مع واحد. هي عايشه بقى مع ثلاثه. لا ما هو انت لخبطتني لخبطتني كده لخبطتني يا استاذ سامي. انت قلت لي اتجوزت بعدي ثلاثه. ايوه ما جمعت ما بين الثلاثه، ولا كانت بتسيب واحد وتروح تتجوز واحد، ولا ايه تتجوز ده وتسيب ده؟ جايز الله اعلم. انا طبعا ما دورتش، ما انا ماليش في الكلام ده. هي على ذمتك ثلاثه بعد بس التلاتة. حاليا دلوقتي هي على ذمه واحد. عايش معاها حاليا وعارف كل ده، وعارف كل دوت، واتصل بيا واتصلت بيه قال لي انا عارف كل حاجه، واخبط دماغك في الحيط. وده كان اخر واحد، والمحكمه ده اخر واحد اتجوزته. اه خلاص كده، والمحكمه والنيابه كله بتاعنا. بيهددك يعني؟ بيهددني. فخلصوا طبعا موضوع الفلوس المساومه وبتاع. ايه عايزين نعمل ايه؟ قلت لهم طيب أنا ممكن أوافق على حاجة، على حاجة معينة. طب ممكن نشوف الورق؟ أنت تطلقها الأول. وأنا أردها وتيجيني. وتجيني. وتاني يوم أطلقها. ليه؟ عايز تعمل كده؟ لا أنا بهرج، يعني بهرج معاهم لسبب. إزاي أطلقها وهي على ذمتك؟ هي كده عايشه، تعتبر عايشه في الحرام من الاخر. طب اعمل ايه هنا؟ احنا ممكن نشوف الورق؟ ماشي. عايزه تشوف. دي اوراق ايه بقى؟ ممكن توضح لنا كده؟ فين اسايم دي اوراق القضيه كلها؟ انت معاك انت معاك اسايم الجواز بتاعه الثلاثه اللي اتجوزتهم عليك؟ تقريبا. هم موجودين. هنا النيابه مطلعه كل حاجه. اهو ادي واحد. دي قسيمة الجواز بتاعت ايه؟ بتاعت حضرتك ولا لا. بتاعت الزوج؟ لا بتاعت واحد من التلاتة. دي قسيمة الجواز بتاعت واحد من التلاتة. وايه تاني ورق معاك؟ هي وش وظهر. ايه اللي بعده؟ هتصوروها وش وظهر؟ هي باينة. خدناها. خدناها وهنصورها تاني من حضرتك. ماشي. في قسايم تانية. وبعدين في ملخص كل الكلام دوت، التقرير الطب الشرعي موجود. طب ورينا التقرير، معاك التقرير ده؟ بس اهو. بس ده مش واضح. ودي صورة قسيمة اللي هو معاها دلوقتي. ودي ايه؟ قسيمة جواز.
دي قسيمة جواز مين؟ اللي معاها دلوقتي حاليا. اه لكن اللي انت وريتها لنا دي حاجة تانية. لا ده واحد تاني. مش عارف بقى طلق ولا ما طلقش، الله أعلم. اه يعني ده واحد من الكلام. ما اقدرش اتهم حاجة أنا ما أعرفهاش. طيب. يعني هي رفضت رفضت الرد. الجواز برضو. طيب يا جماعة. ودي قسيمة الجواز تاني. ايوه. النيابة اللي مطلعة الكلام دوت مش أنا. احنا هناخد طبعا صورة من حضرتك من كل ده. وماله؟ وطبعا الكلام ده كله على مسؤوليتك. ايوه طبعا. انا بشكرك قوي يا استاذ سامي، انت نورتنا النهارده. وحابه اقول بس ان احنا حبينا نتواصل مع الطرف الثاني، وهو بعد ما كان موافق جدا ان هي تدخل معانا، هي للاسف رفضت الدخول على التليفون. حبينا ناخد منك حق الرد، بس انت للاسف اعترضتي، ومعانا ما يثبت ان انت كنت موافقه ان انت تدخلي معانا. شكرا ليكوا جدا، استناكوا بعد الفاصل.